حتى مع هذا الفساد أصبحوا لا يراعون مشاعر الناس ويسخرون بهم ويقولوا أي كلام، قرار بالأغلبية. من هم الأغلبية هذون؟ يعني يمكن يحضر 3، يمكن يحضر 4، يمكن 5، والعقيل الصالح يقرر هذا ويقول بالأغلبية، وباقي الأعضاء طبعا صامتون، باقي الأعضاء عليهم الوزر، الحمل عليهم، ما فيش حد يقول أني لا أني ما حضرتش ولا مش موافق، لأنه كيف يمر في ترهاته وكيف يمر في ألاعيبه وباسمكم ويرشيكم، يرشيكم بأنه لا يكتب، ما يكتبكمش غايبين، مرتباتكم تصلكم في شرم الشيخ وفي تركيا والإقامات كلهم لا يقيمون في ليبيا، أغلبهم اللي في مصر في شرم الشيخ واللي في المنتزهات وفي سويسرا وفي تركيا وفي أوروبا وفي في أمريكا وفي كذا، مرتباتهم تصلهم في أوقاتها، والميزانيات يفرضونها. آخر تقرير من مصر ليبيا المركزي لحد الآن صاحب عقيلة صالح أكثر من 700 مليون، وأين يصرف فيها؟ شنو في وين عملها؟ هي كلها أغلبها رشاوي ولا على المرتزقة، وإلا فساد مالي وفساد بجميع أنواعه. فهؤلاء الأعضاء باسم تصدر هذه القرارات هم غير موجودين، يغض النظر عنهم، لأنهم يعني لا أحد منهم يفتح فمه ولا يتكلم ولا يعطد، ويعرف هذا الفساد الكبير الذي يأتي على الأخضر واليابس ويدمر البلد ويخربها، وعليك كلهم ساكتون. فهم يعني مسؤوليتهم كبيرة ويتحملون هذا الوزر، ولا ينجيهم أنه يقول إحنا ما كناش موجودين ولا ما سمعناش ولا ما عملناش.